نعم قريبا إن شاء الله. امبارح ربحت بالشمس كثير صعبة يعني. ربحت سندوين، واحد طلع فيه سرماية وواحد طيارة. في ثلاثة أربعة زمان زمان الناس هيك راح يبيد على لسه يوم بدي دي بي دي بي ماشي. أو سكار هاي في خدو حتى هلا بسرعة هاي دي بي تعال 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 عند علاء وينك؟ هي هون على اليمين هاي في صوص كمان زرعت شنطة كمان ماشي معك الشنطة ماهي ماهي خلص بقى معك رصاص كفاية ولا شو؟ 70 طلع 70 70؟ 70 اعطيك طلع بينه وبينه ميرسي نتحرك وانا شوف هذا البيت فور ما بعرف Let's go. ماذا سأقول؟ في ناس قتلت واحد ضل صاحبه I got supplies. عشان تليفري 3 تاخذها وين صاحبه؟ لما مش مبين مو مبين بس هاي في كار بطقطق مع كار؟ قتلته قتلته على الصوت قتلته على الصوت لا يكون بوت
هاي زلمة كار قنصني. والله وقعت معك في السريع. عند الله شوف وين فوق. عندي فوق. خلينا نقول هذول اخذت الكار. بك اياه تاخذ. لا معي واحد طلع سطح لي ورانا كم واحد ميت فيه. معقول وصلوا اثنين او ما يزبل اثنين. ستوب 4 5 6 7 8 اذا في تبعي. في عندي. هذا بوت. معه سكار بدك اياه؟ سكار. باخذه. انا لسه ضايل لي واحد بدي فيه. خليه بس اترك كمان واحد. شفت لقيت حدا بفوت خليه لي ضايل لي واحد. هلا واحد في الدي بي. بس واحد ضايل لي. اذا شفت حدا اشر بعدين بدك سكوب. سكوب 8 6 وينو؟ اخذت الثمانية اخذته؟ انا مش شايف سكوب. هي الزون راح يقرب علينا. لا ما في حدا غلط ولا شو هاي؟ هي كمان سكوب 8. يلا في سيارة برا طلع عليها. تعال شوف بجوز في فلير جان هون. في دي بي عندي اذا بدك اياه. دي بي لا بدي اشوف الفلير جان هون. اكيد دائما بيطلع في فلير جان هون. ابو النور فرير لقيت فليرات. انا بدور
غالبا هون موجود في الارقام بس ما تلاقي. يلا ظل ورانا يلا. Let's go. وين السيارة حطيتها؟ ثلاثة تعال يلا. يلا هي واحد يتغرينا. شوف الكمين عادل في ناس تحت اربعة على كل السيارة. اوكي اوكي وعليك يا مرحبا عليك. هلا هلا بالورد، مين معاك؟ ابوي ابوي. هلا هلا ابو علي، هلا هلا بالورد، نورت شرفت، كيفك شلونك؟ مشتاق لك والله مشتاق لك. الحمد لله رب العالمين الحمد لله. كيف انتم؟ كيف الشغل؟ دوت يا عم عظم الله اجركم علي. ايوه والله عظم الله اجركم. تسلم تسلم يا خالد تسلم. تسلم راسك الله يسلمك. كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله الكل بيسلم والله. وانت شو اخبارك وامبارك؟ الحمد لله بخير والله، الكل بيسلم عليك مشتاقين لكم والله. الله يسلمك يا رب. زمان ما اجيت عندك. انا عرس ها في دي دي رصاصه يا علاء اذا بدك. معي دي بي معي. خذ رصاصه يعني عشان تعرف تاخذ سكار خلاص تعرف ترمي ال فضيلك واحد فضيلك سكار ده بدي اخلي الدي بي معي بس بدي ارمي الكار الكار اوكي طلع اخضر بدي كم هيك ابو 30 طلع اخضر بعطيك ابو 30 60 طلعة اعطيك تعال على التوم أمام يضايف حاليا زي ما خمسة سيرفر
دوات احنا بنلعب صح. زلون يلا 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 لا قوة يا زلمة قوة شو هاي كل اسكوبات 8 يا زلمة وينهم؟ بتزمش واحد بالزلمة انت شو بدك بالبيت؟ حتى الابرة؟ لا لا اخر دي بي مليان دي بي مليان بداته الواحد بس نعم والله التوتل يا زلمة والله التوتل احلى واحد مليان سلاح مليان هذا بوشنكي هلو اتخبى انا هاب الموت ضلك تشرب كولا انت ضلك تشرب كولا خليك تحشي تشرب كولا في كورة كيف ها؟ معاي منيح معاكم اكيد اللهم صل على لا كنت اعمل اشي انا هذا بلى شو معنى احنا نحط ال I got supplies. Oh, got one. No, خلي معك في البقية. Bye, bye, bye. الناس بتموت احنا مش شايفين حدا روح لف لف دور هاي دروب قدامنا والله شكله بدنا ناكل صاروخ ونرد دول بسكوت فيها ناس فوقف 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 عندي شجر مليان صواريخ مليان ناخذ الاوج يا كبير ناخذ درع و شو اسمه اكستنشن
هاي سيارة هاي سيارة انها على ال 95 وقفت ولا ما راح؟ مش شايف هاي صار راح على بيوتنا روح على البيوت يا عالم بيت اللي فوق على 70 مش مبين هذا هوني غاب ورا الشجرة يعني بطلت اشوف ورا الشجرة شو فيه لك هاي هلا هو هاك تيجي قبل ما مرسي يلا شو اسمه مسوق انت جيبها شو احنا سدارة خليها شوي وين السيارة بيدي انت صوتك طالع باللعبه انت لما تصور صوتك بيكون طالع انا بطفي على اساس الدوشه تكون حوالي انا شو اسمه في دوشه يعني اذا بدك تعمل فيديو قصدي دائما اعمل بدون صوت هلا صوتنا طالع خلص اشتغل يلا خلينا نروح قريب ما حدش قادر سؤال ستة بس لا لا في اثنين هم اللي بالسيارة وضايل يخطو اثنين غيرنا هنطلع بالسيارة على لف 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 احنا نص الدائرة دائرة صغرى حتى يعني تعال تعال البيوت اليوم تعال تعال ما في سيارة سيارة جاية عندنا لا شايف شفتها؟ على الجبل ترى على الجبل طلعت؟ تأكد اه على الجبل 260 على الجبل فوق طلعت بدور على الناس هاي في دروب نزل بدور الحين على الدروب قتلت واحد فوق الجبل في كل ولا نوك؟ لا كل راح هذا كل معناته هذا لحاله انميز اهيد انا كابتن لا هذا 100 في كل هذا جبت بعض طب ماشي في دروب ورا هون ورا الدار الخضراء هي سقف اخضر خليك زوجك انا باجي معك بس انه معك قطع البيت هذا
سيارة عندك سيارة؟ ارجع ارجع قوم احكي طيب يلا يلا ارجع سريع كار كار نعم؟ رجعت في كار كان طف علينا الجهة الثانية طيب نجيب نزول في ناس ورانا المشكلة هاي السيارة تحرك كانت عندي أنا جاي لا لا خليك مش عارف بس كل عندي إشارة طلعوا على الزون على الجبل فوق فوق هاي بتوقف توقف enemies ahead ظهرنا وتشوف يا جعلة الناس اللي تجي مشتبكين كلهم يعني ولا بطخ علينا؟ لا مشتبكين فوق يعني لا هذا اللي عندنا هون بيجينا هلا وين عندنا هون في حدا؟ انبطح 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 طبعا في ناس ما ادري شو انا خايف من اللي ورانا يغلبونا مش هنفتح طلع على السريع غريب سيارة بفوضى الزون مش الاقل جوا الزون هذا؟ اطلعوا فوق على البيت اللي فوق جوا الزون كيف جوا الزون اللي لساتهم بيلعبون؟ اللي فوق فوق اما هي صاروا خمسة ماتوا من الزون كلهم في ناس عندنا هون تحت خلينا نطلع عليهم تمام لوطوا فيه اكيد يعني اللي قتلوه هاي السيارة هون مدخنة يعني على طخ من عندها كمان تحت اي شكل شلون مطحينها انا رميت انا رميت انا ورا الدروب في دروب هنا هيا 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 مش حاف طابور علاء سبقني عليه خلاص فيش حدا يلا روح لا لا هو واحد في ناس ثانيين في ناس ثانيين علاء روح في ناس ثانيين بتخ علينا يلا ضايل اثنين علاء ضايل اثنين اكو عرب بالطيارة ما ضربت هذا خذيها مفتوح مضبوط انت رميت اخر قنبلة ولا هم؟ وين كان طفوا وين؟ لا رموا قنبلة هم رموا قنبلة من وين جت القنبلة؟ انا رميت بس قنبله على السياره بعدين في هذا طخه ورمى قنبله لا لا مش قنبله لا مش قنبله هم اللي كانوا ورانا هذول اخر اول اشي يلا ضل اثنين برموا قنابل ما شاء الله هم يبرموا هون بس مش هون هاتهم قريبين علينا
يجوز جهة 260 هم يا با. هم محل ما كنا احنا على ال 125 هيك. هاي المنطقة. من هون كان ورانا، هذول اللي كان ورانا على. ما تحرك. الزون صغير هلا ببينه. بالبيت هذا صحيح. شفت يوم الشجرة اللي عندي. ليش شجرة هي وين؟ قتلته هذا لحق نوك هذا نوك في غيره في غيره. خلاص قتلته زي الواحد. لا مات مات في ضل واحد. اي اي ورا الحيطة. ورا البيت الصغير، البيت الصغير على. بيت صغير شايفه؟ هاي على صورتك بتجنن يلا عليك سيلفر ابو لحية. المشكلة مع الكمبيوتر ليش مش انا تعقول تعقول والله رميت لك من التوب والله هذا كفو كفو انا 70